ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. ايه سر اهتمام البنات برياضات العنف؟ ده مش بس اهتمام، ده كمان شغف وطموح وبطولات على مستوى العالم. في الفقرة دي هنتعرف على حكاية الجنس اللطيف مع ألعاب العنف مع ضيوفنا ملك هشام صاحبة ذهبية كأس العالم للكاراتيه تحت 17 سنة، وبسمة رمضان صاحبة ذهبية البطولات العربية والإفريقية في رفع الأثقال. بنرحب بيكم. أهلا وسهلا بيكم، منورينا. منورينا طبعا. ملك الطويل شويه ده كبير شويه، بس هم كتاكيد صغننين بس بطلات يجننوا. ملك، كلمينا عن الجايزه واشمعنى اخترتي يعني الكاراتيه؟ انا بدات العب كاراتيه وانا صغيره، كان عندي 5 سنين. كنت الاول بلعب في الامارات وبلعب في نادي الشارقه، وبعد كده جيت مصر بدات في نادي مدينتي مع كابتن اسلام عثمان، كنت بحقق بطولات محليه كتير. وبعد كده دخلت المنتخب في 2022، واول بطوله سافرتها كانت بطوله العالم في سلوفينيا، ودي حققت فيها مركز اول وتاني عالم. وبطوله كاس العالم بتاعت اوزبكستان حققت فيها مركز اول. طب ما شاء الله، مش عايزه اقاطعك بس يعني احنا سننا كام بقى سنه في الكام 16. حاجات الحلوه دي؟ كان عندك كام سنه؟ السنه اللي فاتت كنت لسه 15 والسنه دي 16. 16، الله اكبر، ربنا يبارك يا رب في والدتك في اسرتك اللي دعمتك اكيد طبعا، هنتكلم عنهم في وقت. بس ما يعني عايزه اتعرف بيكي وقولي لنا كده، رفع الاثقال اشمعنى اخترتي رفع الاثقال؟ هو انا كنت حباها، هو لما عرفتها انا عرفت ان في اللعبه دي كنت هحبها ان انا اتمرنها، فاتمرنتها ودخلت المنتخب. وجيت لما دخلت المنتخب كنت اول بطوله دوليه اسافرها كانت في سوريا، اخدت فيها اول بطوله عربي. انت انا عارفه ان انت من بني سويف صح؟ كنت بتتمرني فين وبداتي التجربه دي ازاي؟ مين شجعك؟ هو اللي شجع، وانا كنت عارفاه من اخويا وابن عمي. اخوكي وابن عمك؟ اه. طب ولاد، اشمعنى بقى انت وانت بنوته جميله كده قررتي تلعبي اللعبه دي؟ ما عشان في الصاله هناك اللي كانوا بيلعبوا فيها اخويا وابن عمي كان في بنات برضه. فانا كنت حبيت اللعبه وشفتها وكده، حبيت اللعبه، كنت حاسه ان انا اطلع فيها حاجه حلوه. مش شايفه يعني ان جسمك صغنطوط قوي يا روحي ما شاء الله؟ لا يعني ما هي بداتي وانت قد ايه وابتديتي تتدربي بشكل احترافي؟ هو انا بادئه يعني من 2021 كده. بدات. انت كان عندك قد ايه بقى؟ انا كان عندي 12 سنه او 11 سنه بالظبط. فانا بدات واحده واحده لحد ما وصلت للحاله اللي انا فيها دلوقتي ودخلت المنتخب. وكنت اول بطوله. صور معانا اهي بتاعتك الجميله، كلمينا بقى عن اليوم ده هنا ايه بقى. اليوم ده كانت بطوله عرب وبطوله افريقيا في مصر هنا في الاستاد بتاع القاهره. فكانت البطوله دي كانت في شهر 27/10. كنت انا لعبه في اليوم ده ولعبت، ربنا كرمنا، كنا بنجهز قبليها، كنا بنجهز قبل البطوله ولعبت وربنا كرمنا فيها واخدت اول، اخدت 3 ميداليات ذهب في بطوله افريقيا، واخدت ميداليتين ذهب وواحده فضه في بطوله العرب. ما شاء الله. بطولتين. طيب بس. ملك بقى، انت بتقولي لعبت وانا عندي 5 سنين، ايه اللي خلاكي تفكري في الكاراتيه؟ يعني كانت مثلا ماما هي اللي شجعتك ولا انت حبيتيها؟ بس 5 سنين انت مش هتلحقي. هي ماما هي اللي كانت مدخلاني في الاول، كانت هي اللي مشجعاني. كنتيش خايفه بقى في الاول يعني لما روحتي؟ احكي لي كده عن اول يوم روحتي فيه واتفرجتي كده، فاكراه ولا لا؟ كنت طبعا كنت طبعا يعني حاسه ان الموضوع مش يعني مش مناسبني، بس مثلا لما ابتديت اتمرن اكتر وكانت ماما هي اللي مدخلاني في الاول فضلت تشجعني عشان يعني عايزاني اتعلم الدفاع عن النفس واني اكون واثقه في نفسي. فمع الوقت لما كملت بقى في الرياضه حبيتها وبدات بقى اخش بطولات محليه كتير. ايوه. وبدات احقق كتير. هنا دي فين يا ملك؟ دي بطوله كاس العالم لسه. الله، يعني ما انك كيوت قوي ما يبانش، يعني ازاي الواحد يتخيل اصلا دي ممكن تدافع عن نفسها؟ يعني والله بنحيي ماما على المجهود، هي جايه معاكي كمان، بنحييها على المجهود اللي عاملاه. اللي كانت في سلوفينيا السنه اللي فاتت. طيب بس كنت بتتمرني كام ساعه بقى عشان توصلي للمركز ده؟ بتمرن في يعني مثلا انا روتين يومي يعني تقريبا بتمرن كل يوم، وحتى مثلا مش بخرج، مش بعمل اي حاجه غير ان انا بتمرن وبس. يعني ده مثلا في الاجازه. ممنوع المناسبات العائليه ولا الاجازات؟ في الاجازات يعني بنتمرن بره. بس ببقى سايبه كل وقتي للتمرين وبس، ببقى مركزه في التمرين وبس. ايوه. ومثلا في وقت الدراسه بيبقى عندي طبعا مدرسه وكده، فبحاول بقى اوفق ما بين وقت الدراسه
ان انا اعرف اذاكر والدروس والتمرين وكده. طيب لو رحنا بقى للبسمه، انت بتقولي كان ولاد عمك بيلعبوا اللعبه دي وده اللي خلاكي تشجعتي ان انت تلعبيها. احكي لي بقى انت يوم التمرين بتاعك ده او يومك بتعملي فيه ايه، بيبدا ازاي بين المدرسه وبين التمرين انا لما وانا لسه عارفه اللعبه وكده، فانا بداتها وانا كنت بتمرن كل يوم، بس كانت العصر بقى في حدود اواخر النهار يعني في العصر. فالمدرسه كنا بالراحه برضو بنجي منها بعد الظهر. لما روحتي لماما وقلت لها انا عايزه اشيل حديد بقى وارفع اثقال وابقى بطله، قالت لك ايه؟ هما ما كانش يعني ما كانش راضيين عن لعبه كان انا بنت وكده بالظبط. قالوا لك لا؟ بس وبعدين اصرتي؟ انا اصرت وكنت مصممه ان انا العب فيها، لان انا كنت حاسه ان اطلع حاجه حلوه فيها. طب احكي لنا احكي لنا بقى الحكايه حصلت ازاي في البيت بقى. يعني اول ما روحتي قلت لهم؟ انا لما رحت قلت لهم ان انا عايزه اتمرن وكده. قالوا لي ما ينفعش كبنت تلعب رفع اثقال وكده. فرحت قلت لها لا، ما انا حابه اللعب. اللي هم بقى لما وصلت للحاله اللي انا فيها دلوقتي هم عرفوا يعني معنى اللعبه ايه. ان كان عندك حق. لا بس قولي لنا، ده احنا عارفين ان انت معتمده على نفسك، انت جايه مسافره من بني سويف هنا لوحدك وبتيجي تحضري تدريباتك هنا لوحدك من غير بابا ولا ماما، بتعمليها ازاي؟ ما في كباتن هنا اللي بيضربونا في المنتخب هنا في مصر. انا جايه المنتخب بعد البطوله اللي لعبتها. بتركبي وتيجي لوحدك من غير حد معاكي؟ لا، بابا بيجيبني وبيوديني بس وبيروح تاني. ما برضوش يعني سن الواحدة عشان صغيره وكده. طبعا الحقيقه طبعا رحت المنتخب جايه انا من بعد الاجازه بتاعه البطوله، جايه من يعني 18 يوم كده بتمرن بقى ونجهز للبطوله اللي جايه، لان هي في شهر 3 الدوره الافريقيه.